خلينا نشوف الناس شنو الفيديو اللي انت حكيت بيه. شباب اعطونا الفيديو الاول. ايه الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من المعقل احييكم، هاي مدرسه المنصور. يا مدير التربيه من طرقه على راسك باي لبار اقول لك، هاي مرافقات مرافقات تانكي ما بيه. ايش خليتوا بالماليه اللي حصلوا على الحس تانكي فوق الجهال فروخنا؟ وين تبول؟ تعال وين الماي؟ الماي وينه؟ الماي وينه؟ هاي مرافقات وين الماي؟ تعال تعال وين البول؟ جاي وين البول؟ تعال وين البول؟ ارجع على راسكم. تعال وين البول؟ مدرسة بها ألف واحد. تعال هاي مدرسة شبك حاويات شبك ترجع تالله. هاي مدرسة شبك حاويات شبك خبار شبك شغلات. نهبت البصرة خذيت الجمل بما عمل. قال له فروخنا وين تبول؟ قال له لحست المالية لحس. حسين الشحماني هذا الفيديو اللي فجر الدنيا، تمام؟ هذا الفيديو اللي كشف للناس فضيحة التربية، هذا الفيديو اللي كشف للناس فضيحة وزارة التربية، تمام؟ هنا أنا استنتجت إنه مدير التربية راد يسكت حسين، فش قال له؟ قال له تعال وصور لي وجيب لي وأنا أطلع وتابع ومدري شنو، فراد يسكت حسين. لكن الآية انقلبت لما طلع الفيديو الثاني اللي هسه شفناه قبل شوية إنه حسين مع مدير التربية. هنا الدنيا خربت وكأنما أكو شيء مدبر. إنه شلون يصير؟ هل إنه حسين مثل ما وصل للناس يريد ينصبوه مراقب ويعينوه مراقب في تربية البصرة؟ إذا هيجي معناته خافوا من حسين. زين، وإذا مو خوف شنو لعد؟ ليش يريدون يسوون هذا الموضوع؟ الآن حسين هو دا يوضح للناس شنو اللي دا يصير. تفضل أبو علاوي. ما نخضع للتهديدات ولا نخضع للبيجات المرتزقة. من هو اللي دا يهددك؟ من اللي دا يهددك؟ جاي يهددون ناس ما نعرفهم منين ما منين. نقيلك، وخصوصا هسه ما اعرف هسه ما تجيب طاريهم لا سبب الاحراجات. ننتظر النتائج. هسه اكو اجتماع راح يطلع بنتيجه، ما اعرف شنو هذا الاجتماع بنقابه المعلمين. بلدنا بلوه. نقول عمي ما طانا كتاب. نقول عمي احنا ناس لخدمتكم جايين. ما نعرف شنو يردون من عندنا بالضبط. يغارون بعض الصحفيين، بعض الصحفيين يغارون من عندي. ليش ما ادري؟ ما اعرف ليش يغارون. ليش يغارون حسين؟ ما انت ماده، انت ماده دسمه. انا راح اقول لك شغله، انا اليوم كقحطان ما اقدر اوصل للاماكن اللي دا يوصل حسين. ليش ما استعين بي؟ شنو المشكله عمي؟ شهد الله احنا ناس ما عندنا غايه غير غايه. العراق والله اللهم بالقران بهذا الجروب. يا الهي خذ محبه وطني من قلبه وخلصني. ما اعرف شنو بقلبي. ما اعرف اسكت. اشوف ماي، اشوف زباله، اشوف بوق، اشوف سرقات، اشوف ظلم. انتفض استاذ قحطان. انت تدري الساعه بثنتين بالليل انا بالمستشفيات افتار، خاف مريض يحتاج لابره، خاف واحد محتاج لسياره نقله. يعني انا انسان ما اشبه العالم. بالقران راح العراق راح يخبرني. ما جايبتي مش انا مجنون بالعراق.